رسالة أخرى للعلماء. أنتم أعلم الناس وأدراهم بمسؤوليتكم وما عليكم، وأعلم الناس وأدراهم بأن هذه الدنيا فانية، وأن المواقف محسوبة فيها، وأن موسى بن عمران عليه السلام الذي تربى في بيت الملك في مصر قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولا تكن للخائنين خصيما. فلا بد أن يأخذ الإنسان الاحتياط لنفسه وسلامته. إذا كنت تخاف من هذا الحاكم فخاف الله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إذا كنت تخاف من عقابه وسجنه تذكر وقوفك بين يدي الله وعرضك عليه. فلا بد أن تتحرر من كل الضغوط والقيود. إذا كنت طامعا في أي مكسب دنيوي فاعلم أن كل ذلك من عند الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ما يفتح الله للناس من رحمتهم فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله. ولذلك على الحكام أن يكونوا في طليعة الأمة وفي قضاياها. نحن اليوم نشهد مؤامرة كبرى على المسجد الأقصى، المسجد الأقصى المبارك، ومنها إغلاق مصلى باب الرحمة. نعم. وأيضا أكبر من الإغلاق، الناس يتحدثون عن إغلاق هذا المصلى وهذا الباب، لكن قد جعل مجسم للهيكل المزعوم ووضع عنده، ويراد أن يحول إلى كنيسة، يراد أن يحول عنده. نعم. عليه. وهذا المكان وضع عند استراحة وضعت هنالك لقطعان الهمج من المستوطنين الذين يدخلون ويدنسون المسجد، وجعل لهم هذا الهيكل ليرسخ في عقيدتهم أن هذا هو الهيكل. والعلماء لا يسعهم السكوت في هذا الحال. اليوم كانت محاكمة الشيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح فرج الله عنه، آمين، وأقر عليه الحكم، أقرته المحكمة، ولا بد أن يكون للعلماء كلمة في إنكار هذا. العلماء في السجون في السعودية وفي الإمارات وفي مصر وفي أماكن شتى من العالم عرضة الآن لانتشار هذا الفيروس بين السجناء، وهم مسجونون ظلما عدوانا. فلا بد من أن يبين العلماء ذلك، وأن يبينوا خطر هذا وضرره على الأمة كلها. الله يفتح عليكم. العلماء يقتلون بالاغتيالات في جنوب اليمن، الأئمة والعلماء وأساتذة الجامعات ومدرس القرآن يغتالون بفعل الميليشيات الظالمة الجائرة. لا بد أن يكون للعلماء وقوف مع هذا. العلماء يغتالون ويتقصدون واحدا واحدا في سوريا قبل غيرهم من الناس. صحيح.